السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، كيف حالكم؟ اليوم بسوي معكم الشاروخ أو اللوبستر بطريقة وايد سهلة، والأفضل من وجهة نظري، جربت أنا أكثر من طريقة وهذه أشوفها الأفضل، فطريقتها سهلة حتى بقطع معكم اللوبستر وكل التفاصيل إن شاء الله. أول شيء طريقة التقطيع، شوف ما شاء الله الحجم، بالمقص نقطع الأرجل كامل اللي ما بحتاجها، الحين خطوة ثانية من النص على طول. نقص بالمقص، خلاص قصيته بالنص. شوف بعض الطريقة الحين بطلع كامل اللحم. بسم الله. هذا الشاروخ الحين بسم الله. قطع بالنص. بعدين قطع المكعبات صار. هذه كلها مكونات تتبيلة، عندي زيت زيتون، عصير ليمون، ملح، زبادي، فلفل كشميري، بابريكا وبهارات كارب. هذه التتبيلة بعد ما خلطها الحين على طول انزل الشاروخ. بسم الله. ان شاء الله راح استخدم هذه القلاية الصحية، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذه فيها 14 وظيفة. حلو؟ والكل في واحد، فرن قلاية هوائية. طعام 15 لتر و 1600 واط، تجيب مع كامل ملحقات. حطيت على خيار سمك، طلع لي الحرارة 200 والمدة 15 دقيقة. كمل 15 دقيقة، شوف ما شاء الله كيف صار. الحين بحاول اقلب عشان يستوي من تحت او يتحمر. بصل في الكربون، هذه طريقة تقديم حطيت الخضار اللي قليتهم بالزبدة، الحين نحط الشاروخ. هذا الشكل النايش ما شاء الله تبارك الرحمن، يتقدم مع الرز أو مع الخبز. هذا الصوص إن شاء الله بكتب لكم مكوناته، وهذا هذا الحين وقت التجربة. بسم الله، شوف كيف محمر. هذا الشكل الثاني، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، حطيت فيه جبن وحطيته في الفرن.